ثم افتتح رحمه الله أول مبحث من مباحث هذا الكتاب بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم 1. ماذا في عن أبي هريرة؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم علمه فكتمه جاء يوم القيامة عليه لجام من نار. نعم، إذن هذا هو المبحث الأول من المباحث التي ذكرها الحافظ ابن عبد البر، وهي إيش؟ مبحث حرمة كتم العلم، وهي حرمة كتم العلم. فالله عز وجل ما أوجب على المتعلم أن يتعلم إلا بعدما أوجب على العالم أن يعلم، وبالتالي جاء الوعيد في حق هذا العالم الذي يكتم العلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل على علم، من سئل على علم، لكن هذا العلم يعرفه، نعم، عن علم علمه فكتمه. ما بدي اجاوبك، فكتمه. جاء يوم القيامة عليه لجام من نار. الجزاء من جنس الفعل لجام. ما هو اللجام؟ نعم، اللجام الذي يجعل على فم الفرس يغطي فمك، لكن هذا الشخص العالم يغطى فمه يوم القيامة من نار. لما؟ لأنه سئل عن علم وكتمه. فلذا إخواني في الله، ينبغي لك أن تنتقي الوقت المناسب لسؤال العلماء حتى لا توقعهم في الإثم.